ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. خرج اليوم الثلاثاء 23 فبراير طلبة الجزائر مجددين مطالبهم الداعمة إلى رحيل النظام، وخرجت أعداد غفيرة بمشاركة مواطنين في الجزائر العاصمة وولايات أخرى في مسيرة الثلاثاء من الحراك الطلاب المساند لمسيرات الحراك الشعبي الذي أحيي ذكراه الثانية يوم أمس الاثنين، وشهدت عدة ولايات وعلى رأسها العاصمة الجزائر وأم البواقي تجمعات كبيرة للطلبة الجزائريين الذين وثقوا حراكهم بمقاطع فيديو ولايفات من عين المكان، مؤكدين تدخل العناصر الأمنية لفض التجمعات مع أنباء عن وجود اعتقالات. ودعا الطلاب المواطنين الجزائريين إلى مشاركتهم في الحراك مع انتشار هاشتاغ الحراك كل يوم واجب وطني ودولة مدنية ماشي عسكرية على صفحات الفيسبوك الجزائرية. ورفع الطلبة شعارات مناهضة لرئيس الجزائر عبد المجيد تبون والعسكر الجزائري، ومن بين الشعارات التي رفعوا حل البرلمان مسرحية والمشكلة راهو في الشرعية، وتعديل الدستور مسرحية والمشكلة راهو في الشرعية، وجيناكم طلبة جينا نحيو العصابة. تحيا الجزائر، دولة مدنية. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، ماشي عسكرية. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، دعموا خالصكم. فرح الطلبة كانوا واقفين، اليوم ثاني لازم ندعموهم. تحيا الجزائر، دعموا الثقور، ماشي عسكرية. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، دولة مدنية. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، ماشي عسكرية. استقلال على سبيل الحرية، يسقط يسقط حكم العسكر. تحيا الدولة المدنية، على سبيل الاستقلال، على سبيل الحرية، يسقط يسقط حكم العسكر. تحيا الدولة المدنية، أنا في سبيل الاستقلال. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.